هي إن كانت نهايات الوضع السوري. ما موقفكم مما يحدث في سوريا؟ نحن مع في هذه النقطة، خلينا نكون واضح، ليس فقط في سوريا، سأذكر جميع دول الربيع العربي وأشمل بذلك غير دول الربيع العربي. مركزنا والفكرة مالتنا واضحة، الشعب هو مصدر السلطات، ونحن نطالب بحرية هذه الشعوب في أن تعبر عن إرادتها في نظامها السياسي وفي حكوماتها بحرية مطلقة، بعيدا عن هيمنة الحكومات السياسية أو العسكرية. لذا موقفي من الشعب السوري هو نفس موقفي من شعبي في البحرين. بعد تريدني أكون أكثر من حرقة على الشعب السوري أكثر من الشعب البحريني؟ أطالب إلى الشعب السوري ما أطالبه لشعبي، أن يكون حرا بعيدا عن دبابات الأسد وبعيدا عن أيضا بنادق المجموعات المسلحة، من أجل أن يعبر بإرادة حرة، أما يتوافق عليها في الداخل أو تضمن إلى من المجتمع الدولي، أن يختار ما يريد من نظام وأن يختار ما يريد من سلطة تنفيذية. نعم هذا هو موقفي من الشعب نعم لا السوري طالما نحن وموقفي نتحدث في الشعب البحريني نفسه، هو واحد. نعم شخص.